أيوه أنا ماني مطمن طلعتك لحالك منو. لك شو بنا أبو فيصل، مقضي عمري فراري أنا، هاك لان همي على مشوار صغير بدي أصل على حارة الضبو أرجع. لك يا أبو دياب الحكاية مو هيك، بس القرنة قرنتي وأنا بعرفها كتير منيح، ما بتفضمنا الدوريات. إذا بتكون مليانة دوريات خلص حطيتها براسي عمي، طالع يعني طالع يعني. أبو دياب ما حتروح معي، خلص انتهينا. أمانة الله عليك ما بتروح غير رجلي على رجلك، تكل غير أوعية وجاي لعندك. صاير بهالحارة؟ فيصل بدرك بالحارة؟ والله شو بحط القلب بالكف لك أبو فيصل، شو عم بيصير؟ فيصل بيسمع شو بدي أقول لك، بتقعد هون بالحارة بتنزل أزرق، بدي أجلس وتخبرني شو عم بيصير. خلص ولا يهمك، أنت اقصى هلا وبعدين بخبرك. الله معك.